هلو هلو، مرحبا بكم في فيديو جديده. الوغ لا فيديو ديال اليوم غادي نبارطاجي معكم اشنو كناكل في النهار. الفيديو اللي من قبل هدرت لكم على الريجيم اللي متبعه دابا اللي هو الهول 30، وقلت علاش لا هذه السمانه ديال الاخره قبل ما ننسى عليه ندير لكم على الاقل اون فيديو ديال شنو غادي ناكل هذا النهار هذا. الا بغيتو ديروا ست اكثر ولا بغيتو تعرفوا اشنو كليت في هذا الشهر هذا، تابعوني في انستغرام غادي نخلي لكم هنا، وغادي نخلي لكم لو ليان في الديسكريبشن بوكس. غادي تلقاو فيه هكذا ستوريز اللي خليت ديال اشنو كليت او لا ديغوست اللي درت، ونخليكم تشوفوا لا فيديو ديال اليوم ديال شنو غادي ناكل اليوم. تنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، ما تنساوش تخليو ليا لي لايك وتخليو لي كومونتير تقول لي كيفاش جاتكم لا فيديو، ونخليكم تشوفوا. يلا الفطور عندي اومليت. تنحاول ما نفطرش غير بالبيض عادي حيت تيولي ممل، دونك دائما تندير اومليت على حسب الخضره اللي عندي في الثلاجه. بارطاس كتكون غير بشامبينيون لي زيبينار، بارطاس كتكون غير بصلة وفلفله، دونك كل مره اشنو كتكون كتزيد واحد شويه ديال المذاق، و او ميم طون كتحاول تاكل كثر ديال الخضره. وكندير معاها افوكا، كنعصر عليها كما شفتوا، كنعصر عليها اللايم، هو ديك الحامض اللي كيكون خضر. كنعصر عليها اللايم، شويه ديال الملحه والابزار من فوق الافوكا، تجي زوينه مع الاومليت، وصافي هادشي اللي كاين. دونك نخليكم في نفطر. الفطر حتى كانت ديك 12 ونص بحال هكذاك، دونك هذاك فطور غدا تقريبا هكذا كيطرا في الويكاند. حيت ما تنفطرش بكري، هادي دابا العشيه، العشيه دونك شحال هادي لين الخمسة د العشيه. غادي ناكل سناك حيت ما غاديش نعاود ناكل وحده اخرى، وجبه وحده اخرى غادي نتعشى مع ديك 7 ونص ولا 8. دونك غادي ناخذ سناك، غادي ناخذ تفاح كما شفتوا، تفاح، وكناخذ معاه هاد النات باتر. هادي البنات اللي هنايا في ميريكان حداكم تريدر جوز، سيروا خذوها واعره. دونك مخلطين فيها لوز، كاشوز، برازيل ناتس، هيزل ناتس، وبيكانز. وحاجه اخرى لما كانتش عندكم تقدروا ديروا غير هادي ديال اللوز، يعني املو غير هو وحده، وانه ما يكونش زايد فيه السكر، نزيد فيه السكر وما يكونش مخلط بالزيت بزاف. دونك هذه لي زانغغيديون اللي فيها نقيين، كاتبين لي زانغغيديون وانها حدها مخلطه، يعني كل شيء ديك النات اللي فيها طحونين
نات اللي فيها مطحونين ومخلطين مع واحد شويه ديال الملحه وصافي، مزيدين فيها لا سكر لا زيت، لا تجي حاجه، ديجا هما تيكون فيهم الزيت بالكفايه. دونك هادشي اللي غادي ناكل وصافي، حسن نوريكم شنو غنتعشى. سو كيما شفتوا هنايا درت بروكلي، درت له غير شويه ديال زيت ديال الافوكا، شويه ديال الملحه، الثومه انا كتعجبني الثومه دونك خليتها طريفات كبار شويه. تقدروا تقطعوها صغر او لا طحنوها. من بعد زدت عليها البروكلي، من بعد زدت عليهم بروكلي اللي كنخليه لمده 10 دقائق اون توتال. من كل شويه كنخليه مسدود، شويه شويه نعاود نحركو باش ما يبقاش على جهه واحده، وتنخليه بحال هكا بشويه عليه غادي يطيب على عافيه مهيله واحد 10 دقائق كيطيب. هكذا كيبقى ليا واحد شويه كروسيون، كيبقى فيه العده وما كيجيش هشيش بزاف، ولا تيكستور ديالو كتولي في شكل الى طاب بزاف. وإلى حسيت بالمقله ديالي ناشفه بزاف واخا مغطياه، ما المقله ناشفه دونك خصني ندير فيها شي حاجه، فاود ما نزيد الزيت كنزيد واحد شويه ديال الماء وغادي نمشي. كنزيد واحد شويه ديال الماء ونعاود نغطيه وغادي يعاونو يطيب اكثر. هنايا دايره نفس الحاجه، دايره شويه ديال الزيت ديال الافوكا، شويه ديال الثومه، الملحه، ودرت مطيشه منها غادي ندير لاصوص، ومنها بحال هكا هو الفيجيتابل الثاني ديالي. وغادي نزيد عليه هذا الميكس هذا اللي هو فيه كروفيت كالامار ولي اسكالوب، دونك غادي نزيدهم هنايا. شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال سيزونمون ايطاليان. في حق عمرني ما جربت هادشي، ماشي شي غسالة شفتها جاتني على بالي وغادي نجربها وصافي. هادشي اللي وليت كندير مع هاد الهول 30، مع كل مره كتحاول تاكل شي حاجه اللي جديده، شي حاجه اللي شويه متنوعه، دونك وليت شنو ما جاني على بالي كنطيبو وصافي. منها تجربه، منها كنجرب شي حاجه جديده وصافي. سو هاتي هو الاخر ديال الفيديو، غادي نكمل بكويس ديال اتاي. تنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم، شكرا حيت تفرجتوا فيها، ونشوفكم مره اخرى ان شاء الله. سلامه.